ونظرا لما تراءى لنا من محاولات دائمه ويائسه تكرس كل مساعيها لتشويه صوره الدوله وتسعى باستماته لتفويض ارقام الدوله وضياع وظيفتها وتمزيق وحدتها، وذلك عن طريق نشر الفوضى طاره او عن طريق ترويج اشاعات زائفه او النتج حركات مشبوهه مموله تنادي باسقاط الرئيس وتسعى لافشاله وتشويه انجازاته ونجاحاته. وحرصا منا على مصلحه الوطن الذي بدات تدب فيه الحياه مره اخرى بعد ان اوشك على الانهيار على يد الجماعه الارهابيه ومندوبها في قصر الرئاسه مرسي، وبعدما تاكدنا من حسن اختيار الشعب للرئيس الوطني المخلص وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بات كل همه هو رفع مصر وعوده مكانتها وريادتها وتنميتها وزياده مواردها والحفاظ على وحده اراضيها والعمل من اجل المواطن المصري، فقد اصبح لا يخفى على احد مدى ما يبذل الرئيس من جهد منقطع النظير سواء في الداخل او الخارج وعلى كافه المستويات، والذي بدانا نلتمس نتائجه جميعا وما تبين للجميع سواء على المستوى الامني او الاقتصادي ومحاربه الفساد في كل ارباع الدوله. ولذلك نعلن عن ترشيح حركه معاد لدعم الرئيس في كل الايجابيات ومساعيه الصادقه من اجل مصر والمواطن المصري، وها نحن نعلنها معاد 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 من اجل مصر، معاد على شمالتنا واولادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.